سؤال فقرة جورايك اليوم مع زميلنا مبارك الكويك، بتقول ما هو سر من أسرار سعادتك؟ أكيد مهم جدا نسمع إجابات الناس، ومن بعد نرجع نناقش الموضوع هذا أنا وأودي. حياكم الله مشاهدينا في فقرة جورايك، سؤالنا اليوم في جورايك عطنا سر من أسرار سعادتك، خلينا نشوف بعض الزوار اليوم إيش قالوا. رضا الوالدين. اي والله بس سفره شيء طيب؟ اكيد السفره وفلوس اسوي اي شيء يبسط لك. اعطيني سر من اسرار السعاده. العب، اروح المدرسه، اكتب، ارسم، اي شيء. متى تنبسط؟ لا فرحت الوالده وكملت نص دينك وعرست وعبدت ربك، هذه كلها مكملات السعاده. والله أنا أقول الطلعة مع أخوياي، نتمشى ونستانس، هذه أحلى شيء عندي صراحة. والنسك تغير جو؟ إي والله نغير جو، مثل الحين غيرنا جو. والله إني اليوم برضو مستانس عشان شفت عيالي، توني جاي من جديد من بلاد زيارة، مستانس. صراحة أنا يعني أنبسط كثير بالسفر، إني أهواها مرة. وأكون سعيد أكثر لأن إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله زواجي إن شاء الله. الله يتمم لك على خير يا رب. آمين، جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.